بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما شفنا في الدروس السابقة كيفاش نتعاملوا مع لي سيليكتور، ثم شفنا في الدرس السابق بعض لي زيكزامبل نتاع السيليكتور. اليوم ان شاء الله تعالى كيف ما اتفقنا قلنا غادي نشوفوا دوك لي تيب اللي كنا شفنا في الدرس السابق، نديرهم نشوفهم بارتي براتي. طيب اذا انا بريبارات هذا الدوكيمون بهذا الشكل هذا، حاول درت فيه لي تيب، خلي باراغراف طابلو تيبل بهذا الشكل هذا، دي زيمار دي فورمولا اتسيتيرا. لوبجيكتيف من هذا الدوكيمون هو باش نبراتيكي دوك لي سيليكتور على كاع لي زيليمون اللي كاين في وسطهم في وسط هاد الدوكيمون او في وسط هاد الباج اش ان. طيب اذا رجعوا للدوكيمون اللي شفنا، اول سيليكتور قلنا هو ايطوال، هاد ايطوال هو اللي كي سيليكسيوني ليا الدوكيمون كامل، كي سيليكسيوني الدوكيمون كامل. طيب هنا في الحصه اللي فاتت قلنا كنبريسيزيو السيليكتور هنا، ثم كنأجوتيو ليه تنديرو بروبريتي هايد. البروبريتي هايد اللي كتكاش الاليمون في هذا الدرس هذا ما غاديش نبازيو على البروبريتي هايد، انما غادي نبازيو على البروبريتي او لا الفونكسيون بوين سي اس اس. هاد البروبريتي بوين سي اس اس كنبريسيزي السيليكتور، ثم كندير بوين اللي كندير سي اس اس، ثم كنعطي سميه او لا البروبريتي سي اس اس، ثم لا فالور بهذا الشكل هذا. اذا ماشي لوبجيكتيف هو نعرفوا البروبريتي سي اس اس، انما نابليكي هاد الكود سي اس اس على هاد السيليكتور اللي حددت باش انا نعرف هاد السيليكتور اللي سيليكسيون. طيب حنا درنا اي سيليكتور ابليكينا على غادي ابليكينا سيليكسيونينا غادي تغيري الكولور تاع الباك جراوند، غادي يولي بالصفر الكولور الباك جراوند غادي يولي بالصفر. طيب قلنا اول حاجه هي ايطوال، ايطوال بمعنى الدوكيمون كامل، الدوكيمون كامل. اذا نجي للباج نتاعنا ندير اكتيليزي اف 5، لاحظنا ان الدوكيمون ولا كامل بالصفر، لاحظنا حتى من درجه هاد لي زيليمون اولا الكونتوني تاعنا كلشي ولا بالصفر. اذا اول حاجه هي ايطوال كتسيليكسيون الدوكيمون كامل. في الحاله فاش كنسيليكسيون الدوكيمون كامل كيمكن لي نتعامل معاه كله، اما نكاشي اولا ندير عليه اوتخشوز. اذا سيليكسيونينا الدوكيمون كامل. طيب اذا غادي ندوزو لواحد السيليكتور اخر تاع الاي دي والكلاس. اذا اي دي كلاس اليمنت بثلاثه، غادي ندوزو القاعدة. بالنسبه للكلاس مثلا الاي او الاي دي، نسيو مثلا الاي دي نعطيو شي اي دي فوسط الدوكيمون مثلا اي دي كونتنت مثلا او لا شي اي دي يكون صغير شويه بحال مثلا دمون ديف، مون ديف بهذا الشكل. اذا الاي دي اللي سميتو مون ديف بهذا الشكل، ما نساوش حيدو هاد ليطوان. طيب اذا هو اللي بيتغير لي الباك جراوند. اذا ديراكتيزي لاحظنا ان هاد ديف هاد هذا هو السيليكتور، سيليكسيون هاد البارتي هي اللي لون تاعها بهذا الشكل هذا، البارتي هذا هو السيليكتور هادشي اللي سيليكسيون هنا. اذا البارتي اللي كتولي باللون الصفر او اللي كيكون لي بلون تاعها ولا الباك جراوند كالر باللون الصفر هي اللي تابليكا عليها، هي اللي سيليكسيونات. لا ميم شوز بالنسبه للكلاس. على فكره تاع الكلاس نشوفوا شي كلاس مثلا كاين عندنا في وسط الدوكيمون، مثلا كلاس ديسك، كلاس فون كلاس ديسك، ديسك بمعنى ديسكريبشن. طيب غادي نجي لكلاس هنا، ثم غادي ندير بوان بهذا الشكل هذا ديسك، لاحظنا انه سيمون سيليكسيون لنا هاد لاكلاس. ثم بالنسبة لإليمون في حد ذاته نقدر نجي مثلا نقول قال لي زيليمون إل إي، قال لي إل إي، لاحظنا أن قال لي إل إي عطاهم هاد الكولور بهذا الشكل. طيب ثم كلاس فوسط كلاس، لا ميم شوز نفس الفكرة تقريبا تاع كلاس فوسط كلاس، كندير سميت الكلاس الاولى ثم الكلاس الثانيه اللي غادي تكون ضمنها. طيب دابا غادي ندوز الفيرست لاست ايفن اوت. بالنسبه للفيرست غادي نجي فوسط هنا، ثم غادي نقول له تي ار بوين فيرست بمعنى اول لين، اول لين غادي ابليكي لها الكود. اذا نجي ندير اكتيليزي الدوكيمون، لاحظنا اول لين تابليك عليه هذا الكود سي اس اس. اذا هذا فيما يخص لاست، فيما يخص فيرست، فيما يخص لاست بهذا الشكل هذا. اذا تي ار بوا لاست بهذا الشكل هذا، لاحظنا انه سيليكسيون على اخر حاجه. لا ميم شوز ممكن نبدل بلاست تي ار ندير مثلا تي دي بهذا الشكل هذا، اين اذا اخر تي دي. لا ميم شوز، اذا حنا نسي في هذه الحالات تي ار ممكن سي ديف باراغراف اي اليمون على اي باليز.
طيب بالنسبه لايفن و اود قلنا الفكره تاعتهم ايفن هي اللي كتابليكي نديرو ايفن لا عفوا هنا تاغ بوان ايفن اذا هاد ايفن هادي قبل ما ندير اكتواليزي غادي تغير على على اول تاغ وثاني تاغ لا وثالث تاغ ورابع لا بهذا الشكل هذا اذا لاحظنا اكتواليزي اول حاجه تابليكا على الكود ثم الثانية لا ثالث ابليك عليه الرابع لا 15 اذا تبقى غادي بالشكل الزوجي واحد لا واحد جي واحد لا مثلا في هذه الحاله اللي بنا قلت هذه بالسي اس اس بلا جي كويري لاحظنا انا بالجي كويري تخي تخي سامبل سطر واحد كفانا في هذه القضيه بينما اللي بنا قلت السي اس اس خصنا نبقاو كن كل باختي اجوتي لا اي دي ونمشي للسي اس اس ونمشي لاشي دوكيومون سي اس اس ونموديفي او نغير بقات نكتب في لي باك جراوند كولور بامال دو فوا. طيب لاحظنا هنا اول حاجه تبدات هو الكولور اللي سون كولور كولور سون كولور بينما الهكس نتاع تاع اوب اوب الهكس نتاع لاحظنا ندير اكتيليزي لاحظنا في الاول ما تيت ابليكاج ثم تيت ابليكاج ثاني ثالث ما تيت ابليكاج اتسيتيرا. اذا الفرق بيناتهم هي ان ايفن كات ابليكي على اول اليمون اللي الثاني لا كات كات ابليكي لا بمعنى كتبقى غادي بشكل فرزي 1 3 واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة اتسيتيرا بينما هاد ايفن لا كتمشي بجوج أربعة ستة ثمانية. طيب بالنسبة للفونكسيون لي فونكسيون الخيرين تاع مات اك بمعنى ايكوال هي تتساوي نجيو مثلا لهنا غادي نمشي مثلا افيشي مثلا نفترضو مثلا غادي نقول ليه سيليكسيوني يو ال ثم ال اي ونديرو دوك لاحظ ما كاينش اسباس هنا ولا هنا كلشي اوكي ملاصق كولوم سون اسباس ال اي بوان اي كيو غادي اي كيو رقم صفر انا يعني لاحظ علاش درت الهدف درت صفر بمعنى غادي يمشي لديك الاليمون ال اي اللي رقمه صفر اكشلي لاحظنا انه سيليكسيون الاول اذا هنا الحاجه اللي غادي نستافدوا ان لي زانديس كيبداو من زيرو لي زانديس كيبداو من صفر الا عطيتو واحد ما غاديش يبدا سيليكسيوني الاولى انما غادي سيليكسيوني الثانيه علاش حيت الاولى هي رقم صفر. طيب لا ميم شوز بالنسبة ل greater than و less than إذا greater than اللي كبر من صفر أو ندير اللي كبر من ثلاثة اللي كبر من جوج إذا قبل ما ندير أكتيليزي اللي كبر من جوج إذا صفر واحد جوج إذا غادي سيليكسيون هاد الآخر عندنا صفر واحد جوج بهذا الشكل ثم إلا قلت ليه less than أصغر من جوج أو ندير أصغر من تخوا بهاد الشكل هادا لاحظنا سيمون سيليكسيوني ليا هاد لاباختي لي بغي. طيب بالنسبة لنا نوت سيليكتور نوت سيليكتور كنستخدموها في الحالة إلا بغينا نسيليكسيونو شي باختي لي مفيهاش بحالة في حالة النفي في الحالة فاش كنبغي نستخدم النفي باغ اكزومبل بالافيشي قالي انبوت لي ماشي تيب بوطون أولا قالي انبوت او لا قالي انبوت اللي ماشي تكست بوكس اتسيتيرا. اذا نشوف هاد ليكزامبل سام غادي يجي اول حاجه لاحظنا السنتاكس نتاع كده بهذا الشكل ندير ان بوت اول حاجه ثم نوت غادي نسيكسي نوت اللي ماشي تكست بوكس مثلا اذا قالي انبوت اللي ماشي تيب تكست او اللي ماشي تيب سوب مايت او اللي ماشي تيب هايد اذا ندير اكتيليزي لاحظنا سيليكسيونير البوطون حيت البوطون ماشي تيب تكست عند البوطون ماشي تيب تكست نقدر نجي مثلا نقول ليه سيليكسيون لي تيب لي ماشي هايدن بهذا الشكل هذا لاحظنا ان سيليكسيون قاعد لي زينا بهذا الشكل. طيب ثم بالنسبه للهيدر قلنا هما لي دوك لي تيتر اش اش دو اش تخوا هادو باينين نجيو نابليكيو ندير واحد ليكزامبل عليهم سولومون غادي ندير الهيدر بهاد الشكل لاحظنا انا سيليكسيون قالي اش كاملين بهاد الشكل قالي اش سيليكسيون ثم بانيميتد ميمكنش نديرو انيميتد دابا حنا باقي حالا باقي ما قريناش لي زانيماسيون ثم كونتاين انا هاد الفونكسيون اي تخي سامبل مثلا نقدروا مثلا نجي بهذا الشكل ثم نديروا اللي عندها مثلا جي كويري
اللي فيها الجيكويري. اذا راح تسلكسينا كل شيء علاش حيت القاضي فيها الجيكويري، ولقى داك الاليمون ديب الكبير كله فيه الجيكويري، الاليمون او البادي كلها في صاحب الاليمون في صوت الجيكويري. نجيب بريسيزو مثلا اوتر شوز، مثلا ندير فيها الفريم ورك بهذا الشكل، لاحظنا انها نفس الشيء. طيب انا امبتي بمعنى تكون فارغ، هايد مثلا عندنا بالنسبة لهايد نديرو واحد النوسيون بسيطة. بالنسبة لهايد لاحظنا ما غاديش تابليكا الكود، علاش؟ حيت باقي الإليمو هايد. إذا باش ندير هاد الأخرى غادي نسبقو نتجاوزو الأحداث واحد شوية، ولكن ماشي مشكل باش نفهمو هاد الفكرة تاع هايد. طيب بالنسبة لهاد الدوكيمون تاعي كاين عندي بزاف لي زيليمون كاشي. كيفاش كاشي؟ ديسبلاي كتساوي نون. إذا كاين عندي هاد أش أن، هاد الهاليست ديسبلاي كتساوي نون، هاد الإنبوت ديسبلاي كتساوي نون اللي هو عند هايدن، ثم واحد الباراغراف او التكست. اذا ديزينمون هايدن، اذا هاد التكست في اتش تي ام ال سي اس اس اتسيتيرا ما كاينش عندي، ما تدمجش في المنيو، واخا تنزيد اكتيفيز ما كتدمجش. اذا الا بغيت نسيليكسيونها غادي نسيليكت ناجوتي لها الكلاس بهذا الشكل هذا، ثم غادي نبين لها نافيشا بجيكوري. الا بغيت نافيشا بجيكوري غادي ناجوتي الميثود شو، ميثود شو بهذا الشكل، فونكسيون شو. اذا اكتيفيزي فانس بعد دو بوانا بهذا الشكل اكتيليزي، لاحظنا تأجدت هاد لاليست وتأجدت هاد الميساج اللي تيتي زي بوانيت كان كاشي بهذا الشكل عن طريق الشاو هي اللي افيشاتهم، ثم عن طريق باك جراوند كولر هي اللي غيرت ليا على الكولر. طيب اذا نخليو حيد هاد الفونكسيون شاو، ثم فيزيبل لا ميم شوز، قال لي زيلمو فيزيبل. الا درت فيزيبل غادي تسيليكسيونا لا باج كلها. بالنسبه لا ليست نتاع سميتو بحال سي اس اس ديجا شفناها، ثم لاتريبي شفناها في الدرس اللي فات كان اتريبي بهذا الشكل هذا، اولا كنحط سميت لاتريبي بمعنى قال لي باليز اللي كيحتوي على هاد لي زاتريبي، اولا لاتريبي كيساوي الفالو. قال لي زاتريبي اللي عندهم هاد قال لي باليز اللي عندهم هاد لاتريبي او ميم طو عفوا او ميم طو كيساوي هاد الفالو. ثم انا بالنسبه ديفيرون اتريبي ديفيرون دو الفالو، ثم انا قلنا يكون كينتهي بهاد الفالو، ثم هاد الاتريبي يكون كيبدا بهاد الفالو. نعطيو واحد ليكزامبل فهاد اتريبي يكون كيبدا بهاد الفالو. طيب نسيو شي اتريبي مثلا نسيو شي اتريبي نسو مثلا قال لي زاتريبي تايتل كيبدا بافيو، تايتل اللي كيبدا بافيو. اذا اكتيليزي لاحظنا سيليكسينا السلمو هاد ليماجاتي السلمو هاد ليماج. اذا كذلك ممكن نستخدم جينا مثلا نقول ليه سيليكسيون هاد ليماج، قال لي زمر لاحظنا سيليكسيون ليماج كاملين. ممكن كذلك نقول ليه ليماج لاست اخر ايماج، لاحظنا سيليكسيون اول ايماج. ممكن كذلك نقول له مثلا ليماج مثلا يكون مثلا كتساوي جوج، يعني بافيشي اللي قبل من الاخرى سيليكسيون اللي قبل من الاخرى اتسيتيرا. اذا نركب انا اولا مثلا اكبر مثلا قال لي زيماج اللي جريتر دان 3 مثلا، اولا اكبر من ان، اذا كبر من اذا افيشي جوج الثانيين حيت صفر واحد اللي كبر من اول. اذا هادو بعض المانيبيلاسيون غادي يحتاجوهم بزاف عشان بين كاتو دي ترافو او لي زابليكاسيون تشيكوي. اذا انا بالنسبه لهاد لي بسودو كلاست باين تري سامبل، مثلا لي انبوت او لي تكست او نزيرو بعض لي زيكزامبل، مثلا لي افيشي مثلا غير لي سوب مايت، لي افيشي لي سوب مايت ابليكي لي كول حنا ابليكي على هذا. تقدروا مثلا افيشيو لي دو تيب مثلا سيليكت، انا عفوا انا خصني بريسيزي لي اكزاكتومون بالضبط، مي بريسيزي لي لا فالور مثلا اكزاكتومون بالضبط لوبسيون او لا شعر. نقدروا مثلا كذلك شوفوا مثلا لي تيكس مثلا لي انبوت دو تيب تيكس بهذا الشكل، ثم ريزيت بوتون تاع ريزيت مثلا نقدروا نجيو ثم تاع ريزيت بهذا الشكل هذا، ثم افيشي ريزيت
لاحظ تاجوتات تابليك على هذا الكود، لا مشوز بالنسبة للسيليكتور دو تشكل. إذا تبالي هذه الفكرة غادي تكون تطها لا نوسيون تاعت السيليكتور هي تخي تخي زامبوغتون في السي، فجي كويري عند جي كويري كلها كتبازي على السيليكتور. جي كويري فيها دو باغتي، الباغتي الأول كان سيليكسيوني الإليمون، الباغتي التاني كتبقى ليه الإيفنت أو الإيفكت. إلى هنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.